من نجباء مدرسة النبوة ومن أفصح الصحابة، كان خطيباً مفوهاً جهور الصوت، منحه الله قلباً عقولاً ولساناً قائولاً، عرف بحبه للشعر والكتابة والخطابة، فهو خطيب البلغاء بليغ الخطباء، بشره النبي بالشهادة والجنة. لنا رواية مع الصحابي الجليل ثابت بن قيس خطيب الرسول. هو ثابت ابن قيس ابن شماس الأنصاري الخزرجي، خطيب الأنصار ومن كبار الصحابة، سيد من سادات الخزرج المرموقين، ووجه من وجوه يثرب المعدودين، بشره النبي بالجنة. ما هو دور سفير الإسلام الصحابي مصعب ابن عمير في إسلام ثابت ابن قيس؟ وده فعلا اللي حصل مع سيدنا ثابت بن قيس، ان هو سمع سيدنا مصعب بن عمير وهو بيتلو القران الكريم بعذابه صوته، فحن قلبه على طول للاسلام، واول ما سمع مس القران قلبه فدخل على طول في الاسلام ونطق الشهاده، هو ووالدته كمان، يعني والدته دخلت معاه كمان الاسلام، فكان طبعا قصه يعني ارتباط دخوله بالاسلام بالقران الكريم. جاء اسلام الصحابي ثابت بن قيس على يد سفير الاسلام مصعب ابن عمير، لكنه كان نموذج في الخطابة والفصاحة وجهور الصوت. الحقيقة فيما يتعلق بالخطابة، أكبر ميزة إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله خطيباً، وجعله أيضاً إنه يباهي به قبيلة أخرى بن تميم، إن هم جايين يباهوا بقومهم، فجعلوا الرسول يرد عليهم. لماذا اختار ثابت بن قيس تحديداً ليكون الخطيب المفوه ويرد على الآخرين وخطباء الآخرين؟ لأسباب كتيرة، منها صوته، منها قوة اللغة وفصاحتها، منها كمان إلمامه بما يمكن أن يقال ومتى يقال. ما هي القدرات والمؤهلات التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يختار الصحابي ثابت بن قيس خطيبا له؟ كان جهورا جدا في الصوت، كان صوته قوي، صوته عذب كمان مع قوة صوته، كان حكيما، كان ألفاظه ينتقيها، كان قوي جدا في اللغة العربية، كان كلامه يمس القلب، فكان عنده مؤهلات. كان ثابت بن قيس ذا صوت جهوري، وكان شاعرا مفوها فصيحا، نقيا صادق التقوى، شديد الخشية من ربه، عظيم الحذر من كل ما يغضب الله، يرفع صوته في حضرة الرسول ويجاهر بالدفاع عن العقيدة، فإذا نطق أسكت القائلين، وإذا خطب أسر السامعين. كيف كانت تربية وأدب الصحابي ثابت بن قيس في معاملته مع النبي، وأيضا خوفه من القرآن؟ زي ما قلنا، هو بداية إسلامه كانت مرتبطة بالقرآن، مصعب بن عمير وسماعه القرآن الكريم، فهو مش مجرد بس كان قارئ القرآن الكريم وحافظ القرآن الكريم، لا، هو كان متدبر في آياته، يعني كل آية في القرآن كان بيقرأها كان عايز يوصل لمعناها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية دي زلزلت كيان هذا الصحابي الجليل ثابت بن قيس. فجأة الرسول ما لقاش ثابت بن قيس حواليه، فضع عن مجالسه مش موجود خالص، فسأل أحد الصحابة: من منكم يأتيني بخبري، يعني شوفوا مين يعرف يدلني عليه وإيه اللي حصل. فذهب أحد الصحابة إلى بيت ثابت بن قيس يبحث عنه، يعني فوجده لا يخرج، يعني قاعد في البيت على طول، مخرجش غير وقت الصلاة بس. فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من محبته لأصحابه كان يتفقدهم، مين موجود مين مش موجود، فهو افتقد وجود ثابت، فسألهم عنه، قالوا له لما نزلت الآية دي هو قاعد في بيته خايف يكون من الناس دي، قاعد حبس نفسه وزعلان، وبالتالي الرسول بشره بأنك من أهل الجنة. هذا فيما يخص الصوت والخطابة، وألا يعلو صوته على صوت النبي، لكن أيضا كان يحب الجمال ويحب أيضا المظاهر الراقية، وأيضا خاف من هذا الأمر وتجنب مجالس النبي. برضو سأل النبي فقال له: يا رسول الله إني أخاف أن أدخل النار أو أن أكون من أهل النار. فسأل الرسول: ليه يعني أنت خايف تكون من أهل النار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعيش سعيدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة إن شاء الله.
كان ورع وتقي ويخاف الله في كل امر. ازاي كل الحاجات دي وقريب جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وازاي بشره بالشهاده وفي نفس الوقت بيخاف من ربنا؟ مناقب الصحابي الجليل ثابت بن قيس كانت متعدده، ومنها انه لم يحمل رضي الله عنه الا القلب الخاشع، كما عرف عنه الخشيه والخوف من كل ما يغضب الله عز وجل. معاملته ومكارمه مع الاخرين واستقباله للصائم في بيته. كده ثابت عمل ايه لما عرف ان في شخص اللي قعد 3 ايام مش لاقي ياكل وهو صايم؟ جابوا لاهل بيته وقال له ادفوا السراج ده. احتال حيله كده، تخيل ان الحيله دي تحدث القران عنها بايه. الحيله دي انه قال لاولاده احنا هنجيب الراجل ده يتعشى معانا، اذا قعد معانا خوفا من ان الاكل ما يكفيش احنا هنعمل كده ان احنا بنصلح السراج النور بتاعنا وبعدين نطفيه عشان ما يشوفش ان الاكل الموجود قليل فياكل براحته، وانتوا اعملوا نفسكم بتاكلوا والدنيا ضلمه حتى يشبع. بالظبط. شوف الايه نزلت ايه بقى، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان الله عجب من صنيعكما بضيفكما الليله. ده ربنا سبحانه وتعالى نزل الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان ايضا له دور كبير جدا في العلم، وكان ايضا محب للشعر، واشتهر عنه ايضا الكثير من الصفات الكريمه. الحقيقه من كرمه ايضا انه مش بس كان خطيب، انه كمان كان بيزداد كل يوم من العلم، وكان محارب، وكان محارب جيد جدا. يعني لم يشغله العلم والخطابه والكرم والحياء عن انه يكون محارب. صحيح. هل كان للصحابي ثابت بن قيس دور كبير بجانب الخطابه والعلم الواسع ومحبته ايضا للشعر، دور كمحارب كبير؟ بعد طبعا وفاة الرسول وتولي سيدنا أبي بكر الصديق وحدوث حروب الردة اللي ظهرت بعد وفاة الرسول وارتداد عدد كبير من المسلمين وموقعة اليمامة، حصلت موقعة اليمامة وكان قائدا فيها ثابت بن قيس. يعني هو قائد الأنصار، كان في المعركة كان قائد الجيش بشكل عام هو خالد بن الوليد. نعم. إنما ثابت بن قيس كان هو قائد الأنصار. فطبعا كانوا في الحرب دي ضد مسيلمة الكذاب، والحقيقة كان جيش مسيلمة قوي جدا، وفعلا يعني كان قاب قوسين أو أدنى من انتصار على المسلمين. بقام وصار يعني كيف لكم، ماذا ما هذا الذي تفعلونه، ما كان هذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانش الكلام ده بيحصل وقت حروب الرسول. وبالتالي كانت اشهر غزواته يعني اللي مات فيها في الاخر وهو بيقول لهم انتوا توقفوا عن الهرب وانتوا توقفوا عن قتل المسلمين. هذا يدل على الجهاد كمان. بالظبط. هذا يدل على ان الانسان انسان كامل فعلا، يعني هو ده الانسان اللي بنطبع بيه دلوقتي. يعني الصحابي الوحيد الذي جاءت الوصية الخاصة به بعد وفاته. حقيقي هو الوصية نفذت بعد وفاته، ما فيش حد قبله خالص حصل القصة دي، لأنه زي ما قلنا هو مات أو قتل في غدوة اليمامة وهو يقاتل مسيلمة الكذاب ويقاتل المشركين. هو مات شهيدا. نعم. في موقعة اليمامة في الحرب مع مسيلمة الكذاب، وحدث موقف كده لما مات فيه واحد سرق الدرع بتاعه، وكان الدرع ده درع غالي ثمين. فقيس رضي الله عنه ذهب إلى رجل من الذين كانوا معه في المعركة في الرؤي، وقال له أتعرفني؟ قال نعم أعرفك، أنا أنت ثابت ابن قيس. قال له فعلا أنا ثابت، أنا هقول لك رؤية وليست حلم، يعني ده مش حلم ما تهملوش، ده رؤية أكد عليها وما تفلتهاش، يعني أكد عليها. الرؤية دي بتقول إن بعد ما أنا مت في أحد المسلمين عدى وفك الدرع بتاعي وخده وراح في آخر المعسكر وحفر حفرة ودفن الدرع وحط فوقيها جرة فخارية وحط فوقيها قطعة من الحجر، وأخبره بالتحديد عن مواصفات الشخص والمكان اللي خبى فيه الدرع بتاعه. تذهب إلى سيدي خالد بن الوليد وأخبره بذلك، يسترد درعي. فإذا ذهب إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنه فليخبره أن علي دينا لفلان وعلي دينا لفلان ويفعل كذا بعبد فلان، يعني يعتقه. كان عنده مجموعة من الديون، فيبيع الدرع ده ويسد الديون بتاعته، وكمان كان ليه 2 من الرقيق يفك العتق بتاعه، وأكد عليه تاني أن هذا ليس حلما وهذه رؤية. وبالفعل راح خالد بن الوليد تاني يوم وراح المكان اللي وصفه وطلع الدرع بتاعه وراح لأبي بكر وأخبره عن هذه الرؤية ونفذها حقيقي سيدنا أبي بكر الصديق. فدي كانت طبعا بتبرز مكانة ثابت بن قيس حتى بعد وفاته وقربه من الله تعالى وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم.
استنفر الخليفة أبو بكر الصديق المسلمين في معارك أهل الردة، وكان من بينهم ثابت بن قيس الذي استشهد في موقعة اليمامة ليرحل من عاش حميداً ومات شهيداً.